وين صرنا بالاستحقاق. ولكن طيب المفاد الرئاسي جاي عم بيقول انه ما بقى في يعني ما بقى في طروحات، جاي ابحث عن طرح. انا عم شارككم بوضع جدول الاعمال من خلال الرسالة اللي بعتها واللي طالبوا منكم خطيا. طيب كل اللي عم بيزوروا العاصمة الفرنسية واللي عم يلتقوا باتريك دوريل واللي عم يلتقوا رئيس المخابرات العامة برنار إيميه، كلهم والتقيت مع أكثر من واحد منهم، بيقولوا أنه الفرنسيين عم يسألوا عن اسمين فقط اللي هن زياد بارود وقائد الجيش، مش عم يسألوا عن حدا تاني. هل الموفد الرئيس الفرنسي جاي بأيلول تحت سقف هودي الاسمين وخلص نسينا كل شيء؟ نعرف قائد الجيش زياد بارود صار أيضا عم ينسألوا الفرنسيين، عم يسألوا عن اسمين الكل اللي عم بيزورونهم، زياد بارود وقائد الجيش. هل فرنسا تخلت عن المقايضة اللي كانت، الاتفاق اللي كانت عامليته هي وحزب الله بمسألة نواف سلام وسليمان فرنجي؟ هذا سؤال يطرح. هل هو بس هذا الشيء صدر يعني هل هذا هل هو سقف الزيارة الثالثة للودريون على بيروت هو سقفة مرشحين فقط وخلينا نتفق على البرنامج وبعدين بنختار واحد من اثنين؟ كمان هذا سؤال يطرح. ولكن أنا بسارع إلى القول أنه المهمة الفرنسية هي مهمة تقطيع وقت. لحد الآن آدم المؤشر الحاسم للبدء مسار الحل بالملف الاستحقاق الرئاسي لم يبدأ، يعني بعد ما شفناه للمؤشر، وهذا المؤشر هو الدخول الأمريكي الجدي على هذا الملف. لحد الآن مثلا إذا رجعنا التلويح بالعقوبات والرسالة اللي أرسلها الكونغرس للرئيس الأمريكي وحتى ذكر طيب فيها رئيس مجلس النواب، في تقاطع بين هذين المسارين، إنه بمعنى لما يصير في ضغط باتجاه معين العقوبات وتحديدا بالأسماء اللي عم تتسرب، إذا راحوا على هذه العقوبات عمليا تعطيل كل الاستحقاق الرئاسي. تخيل إنه الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي عم بيلوح بفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري مفتاح المجلس بإيده، هو بيفتح المجلس وهو اللي بيعمل بيدعي للجلسات وهو الأقدر على تدوير الزوايا إذا في تسوية حقيقية لإنهاء تلويح بالعقوبات شيء، تلويح بالعقوبات شيء وفرضها شيء تاني. التلويح إلى ماذا يؤدي؟ بينفع بالتقرير التدقيق الجنائي وقت اللي امتنعت السلطة السياسية وبلشت تتروج إنه الاتفاق مع شركة ألفاريز ومارسال بيمنع نشر التقرير وبيمنع استخدامه قدام القضاء، وقت اللي تلوح بالعقوبات وانفرض عقوبات على الحاكم السابق لمصرف لبنان فجأة صار هذا التقرير مباح والقضاء اتحرك، بينفع بهذا الإطار. ولكن لنكون موضوعيين وعمليين، التلويح بالعقوبات أو الوصول إلى فرضها فيما خص الملف الاستحقاق الرئاسي وتحديدا باتجاه كتل نيابية وتحديدا أكثر باتجاه رئيس مجلس النواب هو عمليا تعطيل كلي للاستحقاق الرئاسي. لا بل بقول لك أكثر من هيك، هو عمليا أنه المجتمع الدولي أخذ قرار بتفجير النظام اللبناني من الداخل فيما لو فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب بتعتبرها إشارة، هي تفجير أو مش إشارة، قرار، هي خلص قرار أنه بتفجير هذا النظام اللبناني من الداخل. بالتالي نحن حكما من نروح بسموه مؤتمر تأسيسي، بسموه مؤتمر وطني لصياغة نظام جديد، وبهذا النظام الجديد الكل بيعرف الأقوى هو اللي بيفرض الشروط. بس ما بتعتبر أنه التلويح قبل أن نصل إلى إمكانية فرض هذه العقوبات والسيناريوهات اللي عم ترسمها أنه قد يدفع برئيس مجلس النواب بسبب التلويح بالعقوبات حسب معطياتي؟ حسب معطياتي يعني بمعنى على الأقل عرض يعني طيب حنفتح المجلس النيابي ولن نتمكن من الوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية ومزيد من شراء، عشان هيك عم أقول لك لحديت هلأ الأمريكي ما دخل مباشرة على ملف الاستحقاق الرئاسي بال2008 كلف الدوحة، والورقة اللي حملتها الدوحة إلى بيروت هي ورقة أمريكية على ضوء راحوا الشبيبة على الدوحة وعملوا اتفاق الدوحة اللي بنتيجته انتخب رئيس حكومة مجلس حكومة
قانون انتخاب ومجلس نيابي ومشيت الأمور. لحديت هلأ الأمريكي لم يضع ورقة تفاوض على الطاولة لحتى يطلع على القليلة هي ورقة التفاوض يطلع عليها حزب الله ويفحصها. بس بتعتبر أنه أمريكي يعني اتفاق الدوحة لم يصمد سوى عامين لل2009 طبعا صار، لكن أنت السلطة السياسية بعد الانتظام للمؤسسات الدستورية للدولة. بس أنا عم بسأله أنه بالمرحلة اللي نحن عم نقطع فيها مع كل الظروف اللي مرينا فيها مع انهيار النظام المالي ومع انهيار السلطة بكافة مكوناتها، مع تحييد جماعات لبنانية عن القرار الوطني، بتعتقد أنه الأمريكيين يبحثون عن مرحلة لشراء وقت إضافي ولا في مقاربة مختلفة لماذا يجب أن يكون عليه الحل؟ الخشية أنه يكون بعد دور لبنان ما إجا وأنه هن عندهم أولويات أخرى. إذا هذه الأولويات الأخرى من نفوتها ما هي طبعا مش هالقد، يعني القصة ما بتحمل هالقد أنه منفوت بسنة الاستحقاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبعد شوي البعض بيقول أنه من ننطر مهلة السنتين بالاتفاق السعودي الإيراني لحل المسألة اليمنية. إذا بعد لبنان بده ينطر سنتين، فالسنة اللي هلأ 3 سنين، ساعتها بدك تفتش على أي دولة لتنتخب لها رئيس، على أي جمهورية لتنتخب لها رئيس. مين بيضمن يضل الوضع على ما هو عليه بدل التحلل الكامل على مستوى